مناسبتان مرت على الشعب العراقي، أولهما عيد الأضحى المبارك والذي اعتاد على الاحتفال به سنوياً، والمناسبة الثانية هي إعلان تحرير قضاء تل عفار بالكامل. وبالتزامن مع هاتين المناسبتين دعا شيوخ العشائر في محافظة بابل إلى ضرورة توحيد الصف والكلمة، محذرين من مخططات سرقة النصر من أبطال القوات الأمنية والحشد الشعبي والذين وقعوا النصر بسواعدهم. الشعب العراقي العظيم بالانتصارات الأخيرة في الموصل وتحرير القضاة الأعفر، وهذا العيد الحمد لله والشكر حصلت فرحة كبيرة به، وهو تحرير قضاة الأعفر من داعش الإرهابي. وندعو كافة العراقيين والسياسيين بكافة مذاهبهم بكافة القوميات، العراق واحد، العراق واحد موحد من الشمال إلى الجنوب الحمد لله والشكر، وندعو إلى توحيد الصفوف، ولا نسمح أبدا بالتدخل الخارجي في الشأن العراقي الداخلي. نحن بدورنا كشيوخ عشائر نستنكر كل الأصوات النشاز الذي تريد من الإساءة إلى حشدنا المقدس وقواتنا الأمنية، وأن تل عفر والموصل حررت على أيادي عراقية أمينة وخاصة الحشد المقدس. دور الشيوخ العشائر الحقيقة بمناسبة العيد دائما تكون لقاءات بين جميع العشائر بالأخص الفرات الأوسط، ونقوم دائما بزيارات دائما من المضايف، وهذا المضايف دائما يحل المشاكل، ودائما هي احنا اللحمه الوطنيه اللي دائما العراقيين ننادي عليها. الحقيقه ما هناك فرق بين طائفه عن طائفه ولا عرق عن عرق، واحنا شعب واحد ان شاء الله. كتحرير تل عفر اللي حررتها ايدي عراقيه، سواعد عراقيه، دم عراقي، واضح واضح واضح. وهاي اللي تدعي اتفاق، هذا اتفاق دواعش السياسه اللي يدعون بها، اللي قاعدين بالبرلمان اللي هم دواعش وقاعدين بالبرلمان ويسرحون براحتهم، خلي يجون للجبهة، خلي يجون مناطق القتال، وخلي يجون يشوفون بعيونهم. وفي رسالة أخرى وجهها شيوخ العشائر طالبوا بإيقاف التدخل الخارجي بشأن العراق، مؤكدين أن حماية العراق أرضا وشعبا تقع على كاهل أبنائه الغيارة. خلال هذا اللقاء نطالب الدول المجاورة والجهات المعنية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق فيما يخص بخصوص الإرهاب ودفع الإرهابيين خارج الحدود العراقية لغرض تأمين الأمن والأمان للعراقيين وأهل العراق وبكل فئاته وبكل طوائفه. ندعي من كل أخواننا شيوخ العشائر الالتفاف على أبنائهم والانتباه للفتن اللي موجودة بعد تحرير إن شاء الله العراق، وإن شاء الله الكل الأعمدة وكل الرموز اللي بالعراق الحقيقة صار عندها درس للأخطاء اللي صارت. إن شاء الله إحنا لقاءاتنا مستمرة، وكثير من المشاكل والطلايب يشوف الشيوخ العشائر الآن ما يجيبه غير بس الليل لهلا، وبالليل أيضا عندنا جلسات مستمرة، لولا هاي الناس الحكومة ما تحل مشكلة، لكن هاي الناس الخيرة اللي الطفي الفتن وتخيط الجروح اللي موجودة، وإن شاء الله باقين على العهد والولاء ويتحرر العراق ويرجع وضع العراق إن شاء الله سالم معافى بهاي الناس الخيرة. أكو أخبار كانت تصلح الوادم أنه الإرهاب يبقى بالعراق أكثر من 30 عام، ولكنه العراقيين والجيش العراقي والشعب العراقي والمرجعية الرشيدة قدرت تثبت للعالم أنه هذا اللي قال عن الإعلام العالمي لا وجود إليه، وانزاح الإرهاب. كافة القوات الأمنية المتمثلة بالحشد الشعبي المقدس والقوات الأمنية ووجهات مكافحة الإرهاب
والانتصارات التي حققها على الدواعش. هكذا كانت رسائل شيوخ العشائر ذات حس وطني خالية من أي مسميات سوى العراق واحد، لبرنامج سامراء الصباح سجاد الخفاجي، محافظة بابل.